في هذه الجلسة عند الشيخ يوسف القرضاوي داعية مجدد ومفكر مجتهد أيضا، الذي عرفناه مجددا في حقل الدعوة إلى الله، الدكتور عصام البشير حفظه الله. والمجدد لا يتقن الحديث عن تجديده إلا مجدد. ولا أريد أن أطيل حتى لا أخذ من وقته النفيس، فأترك له المجال ليحدثنا عن التجديد عند الشيخ يوسف القرضاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أحييكم أحبتي الفضلاء وشيخي وإمامي تحية مباركة، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد رسخت في القلب منكم مودة كما رسخت في الراحتين الأصابع، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. إن هذه المشافهة مع شيخنا الإمام تذكرني بقول للإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي لصلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالح، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها. فامزج طلب الحديث والفقه برؤية السلف ومجالستهم ليكون سببا لرقة قلبك. فلعل مثل هذا اللقاء يحقق هذا المعنى الذي ننشده. بعض السلف الصالح كان يقول: إن أحدنا ليلقى أخاه فيكون برؤيته عاقلا أيامه، فكيف بمجالسة إمام رباني وشيخ مجدد نأخذ من روحه وروحه ومن معناه ومغزاه. هذا جزء من مقاصد هذا الملتقى الكريم المبارك. حديثي سيكون حول التجديد في فكر الإمام المجدد، ولا شك أن الزمن لا يتسع لمحاور التجديد في فكر إمامنا المجدد، لأن جوانب الحديث متعددة والمسالك متشعبة والطرائق متنوعة، لا يتسع المقام للإفاضة فيها شرحا وتبيانا. ولكني أشير إلى أن التجديد عند الإمام أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد الله القرضاوي ينبغي أن يكون ضمن رؤية كلية أسميها المشروع الحضاري للإمام القرضاوي، والذي يتأسس على كليات تندرج في إطار العقيدة الدافعة والشرعة الرافعة والمقاصد الحافظة والأمة الجامعة والقيم الحاكمة والسنن الفاعلة والحضارة الشاهدة. وللشيخ منهج للتجديد في التعامل مع هذه المرجعية، أظنها تشكل موضع نظركم واهتمامكم في هذا الملتقى، وهو منهج التعامل مع القرآن الكريم ومع السنة النبوية.
وسأبدأ في أول محور يتصل بقضية التجديد، أن الشيخ جدد في معنى التجديد إذ عاد به إلى عافية امتداده وساعة شموله وتنوع مداركه. والتجديد في مأخذ اللغة جدد الشيء تجددا أو تجديدا، صير القديم جديدا، ليشكر بنو العباس نعمة تجددت فقد وعد الله المزيد على الشكر. وقد ورد لفظ التجديد أو كلمة التجديد في أربعة أحاديث. الحديث الأول هو المشهور، حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود في كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المئة، إن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. والحديث الثاني رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث قال رواته مصريون ثقات، وهنيئا لأبناء شمال الوادي. وطبعا شمال الوادي المياه تأتي من الجنوب، لا حتجي صافية يا عمي. الشاعر محمد سعيد العباسي كان كلفا بحب مصر، وطبعا نسائبنا هم برضو، فقال أقصرت مذ عاد الزمان فأقصر، ورضيت لما جاءني مستغفرة، ما كنت أرضى يا زمان لو أنني لم ألق منك الضاحك المستبشرة، مصر وما مصر سوى الشمس التي بهرت بثاقب نورها كل الورى، ولقد سعيت لها فكنت كأنما أسعى لطيبة أو إلى أم القرى، فارقتها والشعر في لون الدجى، واليوم عدت به صباحا مسفرة، 70 قصرت الخطى وتركنني أمشي الهوينا ضالعا متعثرة، يا من وجدت بحيهم ما أشتهي، هل من شباب لي يباع فيشترى، ولو أنهم ملكوا لما بخلوا به ولا أرجعوني والزمان القهقرة. خذها بغير شيء، وإن كان الرجل يرحل فيما دونها إلى شبين الكوم. طيب، الحديث الثالث حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقد ضعفه الشيخ الألباني، ولكن للحديث الطرق يتقوى بها، وهو حديث جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. والحديث الرابع الذي ورد فيه لفظ التجديد حديث لا تسب الدهر، فالله تعالى يقول أنا الدهر، الأيام والليالي لي أبليها وأجددها وآتي بملوك بعد ملوك. هذه أربعة أحاديث ورد فيها لفظ التجديد، ومحور الحديث ينصرف إلى الحديث الأول. والحديث الأول فيه مسلمات شاعت عند الناس، صحح الشيخ مدلولها، منها أن المجدد عد في التاريخ مرتبطا بحال الوفاة، والذين عدوا من المجددين في التاريخ كان الملحظ الأول باعتبار وفاة المجدد، مع أن الحديث لم يشر لا إلى ولادة المجدد ولا إلى حياته، إنما أشار إلى البعث والإحياء والإرسال، إن الله يبعث. وهذا ما أشار إليه الإمام المناوي في فيض القدير، وأشار إليه شيخنا في بعض كتبه، ولعل كتابه من أجل صحوة الراشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا فصل القول في هذه المسألة. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، ما معنى الدين الذي يتجدد؟ الدين الذي ذكر في الحديث منسوب إلى الأمة،
من يجدد لها دينها. فكأن الدين له معنيان: وحي الله المتنزل في الكتاب والسنة، والدين بمعنى كسب البشر في فهمهم لهذا الوحي وفي العمل بمقتضى الفهم، أو ما نسميه بالتدين. فهنالك دين وهنالك تدين. التدين هو كسب البشر، فنسب التجديد إلى الدين المنسوب إلى الأمة، وهذا يؤيده ويعضده حديث: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، لأنه يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ما الذي يتجدد في الدين؟ الدين ألفاظ ونصوص واردة في الوحيين، وفهم لهذه النصوص، وعمل بمقتضى الفهم لهذه النصوص. أما الألفاظ فلا يقع فيها تجديد، لأنها ثابتة ثبوت الجبال الراسيات، ألفاظ القرآن والسنة. هنالك دائرتان يقع فيهما التجديد: الفهم لألفاظ الوحيين، والعمل بمقتضى الفهم لألفاظ الوحيين. هذه مسألة أشار إليها كذلك الشيخ، وهو تجديد في معنى التجديد. المساحة الثالثة: أن أكثر الشراح أشاروا على أن إلى أن المجدد يكون فردا. الإمام السيوطي أشار في منظومته: وكونه فردا هو المشهور، قد نطق الحديث والجمهور. وعد المجدد على رأس المئة الأولى عمر ابن عبد العزيز، وتجديده لأنه أعاد الحكم على سنة الخلافة الراشدة. وعدوا في المئة الثانية الإمام الشافعي، ثم وقع الاختلاف من بعد ذلك، ذكروا أبا العباس بن سريج وهو إمام الشافعية في زمانه. أرجو أبا العباس أنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد. ثم وقع الاختلاف، وذكروا رواية لم تصح، بنى عليها الإمام السبكي رؤيته في حال المجددين: المجدد منا آل البيت. قال: نظرنا فلما لم نجد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجددا تأولنا الحديث، وقلنا هو في حق من تمذهب بمذهب الشافعي، لأن الشافعي ينتهي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب إلى ذكر الرافعي، وذكروا بعد ذلك الغزالي، ثم السابع الراقي إلى المراقي بن دقيق العيد باتفاقي، والثامن الحبر هو البلقيني أو حافظ الأنام زين الدين الحافظ العراقي، ذكر هذا الإمام السيوطي. ثم قال: وهذه تاسعة المئين قد أتت، ولا يخلف ما الله وعد، وقد رجوت أنني المجدد، ففيها فضل الله ليس يجحد. هذا الإمام السيوطي، ذكروا المجددين على مذهب الشافعي، وحصروا التجديد في إطار الفقه. فجاء الشيخ ليجدد في مسألتين أيضا: في مسألة أن المجدد ليس فردا واحدا، لأن لفظة من يجدد لها دينها كما تصدق على الفرد تصدق على الجماعة، ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك. وهذا المعنى أيضا ذكره بعض المتقدمين كابن الأثير وابن حجر والنووي والذهبي، ذكروا أنه يمكن أن يتعدد المجددون في القرن الواحد. ونحن نقول مثلا في القرن الماضي كان ابن عديس والبشير الإبراهيمي في الجزائر، والخطابي في المغرب، والسنوسي في ليبيا، والمهدي في السودان، والبنا في مصر، وابن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية. يتعدد المجددون والمصلحون في القرن الواحد، وهذه صورة ثانية من صور معنى التجديد الذي أيضا بيّنه الشيخ.
وأضاف الشيخ بعدا ثالثا وهو أن صبغة التجديد أو أن صفة التجديد في عصرنا يمكن وهي الأقرب أن تكون جهدا جماعيا وعملا مؤسسيا، وهذا بعد ثالث للتجديد، قد يكون فردا وقد يتعدد المجددون في القرن الواحد، وقد يكون التجديد صفة عمل جماعي مثل المجامع الفقهية في مجال الاجتهاد الجماعي الذي يجمع بين الفقهاء والخبراء، ومثل هذه المؤسسات سواء كانت في حقل البديل الإسلامي في عالم الاقتصاد أو الإعلام أو التربية أو العمل الخيري ونحو ذلك، كل ذلك يشكل لونا من ألوان التجديد المعاصر. هذا في إطلالته كذلك على سعة مفهوم التجديد، وأنه كذلك أدخل بعدا آخر أنه لا ينحصر في باب الفقه كما أشار إليه بعض المتقدمين ولا في باب الاعتقاد، فإن التجديد للدين كله، الدين في عقائده وفي شعائره وفي شرائعه وفي قيمه وفي أحكامه وفي شهوده الحضاري، لأن التجديد هو معنى ينتقل بالأمة من حالة الوجود إلى حالة الشهود، فالأمة موجودة ولكنها ليست حاضرة، والحضور في التجديد يقتضي حضورين، يقتضي حضورا في الزمان وحضورا في المكان، والحضور الزماني هو الفعل الثقافي المؤثر، والحضور المكاني هو الفعل العمراني الرشيد، ولا شك أن الأمة اليوم تفتقد الحضورين، وذلك لأنها افتقدت التجديد في هذا المعنى، فإن ليس لديها الفعل الثقافي المؤثر الذي تنافس به في حركة التدافع الحضاري، ولا تصنع الفعل العمراني الرشيد وفق إمكاناتها المتاحة لها. إذن فمفهوم التجديد الذي جاء في الحديث أشار الشيخ إلى سعة مفهومه من حيث الامتداد الرأسي ومن حيث الامتداد الأفقي، ومن حيث الانتقال من مفهوم المجدد المصلح الذي ينتظره المسلمون لكي يكون مخلصا للأمة من عللها وأمراضها، إلى دور التجديد الجماعي الذي يكون لكل فرد في الأمة النصيب الأوفى في حركة التجديد والإحياء والبعث الحضاري. وهذا ملحظ مهم أشار إليه، والشيخ أعتقد أن من أبرز معالم التجديد ضمن الكليات التي ذكرتها في إشارة في سياق المشروع الحضاري للتجديد عند إمامنا القرضاوي، أنه يستعيد عافية بناء المفاهيم، يردها إلى أصولها وإلى كلياتها وإلى سعة مفاهيمها. من ذلك رأينا أنه كيف حرر مدلول كلمة الفقه من المعنى الذي استقر اصطلاحا فيما يتصل بأفعال العباد في الأحكام الأدلة التفصيلية، إلى معنى استخرج منه ألوانا من الفقه في فقه المقاصد وفقه الموازنات وفقه السياسة الشرعية وفقه السنن وفقه الاختلاف وفقه المستقبل وفقه الواقع والفقه الحضاري، أنماط كثيرة استخرجها لأنه أعاد لهذا المفهوم حيويته حين استنطق من كلمة الفقه أنها وردت في السور والآيات المكية قبل أن يفصل الحلال والحرام، وقبل أن ترد التشريعات كما قال الله تعالى لقوم يفقهون، وحين نفى القرآن الفقه عن المشركين ذكر هاتين الآيتين في سياق الحديث عن الفقه، وأشار إلى أن الإمام أبا حامد الغزالي ذكر في مقدمة الإحياء، أشار إلى 5 من المصطلحات والمفاهيم التي حورت وانحسرت عن دلالتها، ومنها كلمة فقه، حتى الآية التي أشارت إلى وجوب النفير للتفقه في الدين كله بكلياته، وحتى الحديث الذي جعل مناط الخيرية في الفقه في الدين كله. وذكر شيخنا أيضا في سعة مفهوم كلمة الفقه كتجديد لهذا المعنى المستوعب الشامل، أن رجلا سأل الحسن
في مسألة فأجابه فيها فقال له إن الفقهاء يخالفونك، قال ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب إلى الله البصير بدينه أن الكافي نفسه عن أعراض المسلمين والناصح لجماعتهم. نعود إلى الحديث عن الهذليين الذين أخذ عنهم الشافعي وكان حجة، وأبو الطيب المتنبي على قوله وجئت بمنطق العرب الأصيل لا يحتج بشعره لأنه من المولدين. فهذا القليل من الفقهاء الذين جمعوا بين فصاحة الشعر وكالإمام الزبخشري وكعبد الوهاب بن نصر المالكي الذي كان رأس المالكية في مد... نعم لا تنسى الأندلسيين من الفقهاء. طبعا انت انا الان انا في المشرق جاي على المغرب شويه ان شاء الله. فعبد الوهاب بن نصر المالكي وامثال هؤلاء جمعوا بين هذه الملكه الفقهيه والملكه الشعريه التي جعلوا فيها نداوه وطراوه، كما سياتي الحديث عن شيخنا عبد الوهاب بن نصر المالكي غادر بغداد بعد ان يعني ضاق به الحال وودعه وشيعه أهل بغداد وقال والله يا أهل بغداد لو وجدت عندكم رغيفتين كل صباح وعشية ما تركت بغداد. ثم قال بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. ثم قال سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني السلام المضاعف، فوالله ما فارقتها عن قلل لها وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأهلها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالفه. ثم مر في طريقه إلى مصر الحبيبة واجتاز معرة النعمان فلقي أبا العلاء المعري، فأعجب بتضلعه في فقه مالك وبإمامته في شعر العرب الفصيح، فقال المعري والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفر، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شعر، حتى وافى مصر فانفتحت له الأبواب وملأ بالعلم أرضها وسماءها، فاشتهى أكلة لعلها حمام بالفريك والله أعلم. فلما جيء له بالطعام وذاق اللقمة الأولى أصابته علة الموت، فجعل نفسه يتصوب ويتصعد ويقول لا إله إلا الله إذا عشنا متنا. فأقول إنه التجديد في الخطاب الدعوي عند شيخنا كان يشكل هذا الحراك، اللغة، الأمثال، الحكم، الأشعار، مع ذلك التوهج وذلك الألق وتلك الفيوض المتعددة، ولذلك كان له مع الإخلاص والربانية ذلك الموقع الذي يكون عند الناس قبولا وتأثرا وانفعالا. هذه بعض ألوان من ألوان التجديد. أبلغ رجال الأمن. أبلغ رجال الأمن. الأرجوزة. 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 نعم. واحذر من التفريق والتصنيف ما بين داعي الرفق والعنيف، فكل هؤلاء في الهوى سوى، من لم يمارس عنفه فقد نوى، لكن أهل الاعتدال أخطروا لأنهم على الطريق أصبروا، هم يربحون جولة فجولة وبعد ذاك يبلعون الدولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الفيوضات والفتوحات. وقد تحدث معالي الدكتور عن قضايا كثيرة في منهج الشيخ القرضاوي التجديدي، يمكن أن أجملها بالأمور الآتية. أولا، أن التجديد هو مشروع حضاري عند الشيخ يوسف القرضاوي، وأن أول معالم هذا التجديد هو التجديد في معنى التجديد وتحرير معنى التجديد والتفريق بين التجديد والتبديد. ثم إن المجدد ليس بالضرورة أن يكون فردا واحدا، فالمجددون قد يتعددون في العصر الواحد
وفي الوقت الواحد وفي السنة الواحدة، وأن المجدد ليس شرطا أن يكون فردا، فقد يكون التجديد عملا جماعيا وجهدا مؤسسيا، وأن التجديد ميدانه أرحب من أن يكون محصورا في الفقه فقط، فالتجديد هو في الدين كله. ثم إن التجديد عند الشيخ القرضاوي قد تعددت ميادينه، فمنه التجديد في مصادر المعرفة بالجمع بين الكتاب المسطور والكون المنظور، والتجديد في علم التزكية بالربط بين الظاهر والباطن وتنقية الباطن من الشوائب والنقائص والرذائل، والتخلية أو التخلي من الرذائل والنقائص. ثم تحدث عن التجديد في الصحوة الإسلامية، والتجديد في مجال الفكر السياسي، والتجديد في التعامل مع التراث الفقهي والعطاء العلمي للعلماء السابقين، وتناول أيضا التجديد في التعامل مع قضايا العصر، وختم حديثه في التجديد في الخطاب الدعوي عند الشيخ يوسف القرضاوي. وأترك للإخوة الكرام حرية التعقيب والمداخلات لمن أراد ذلك في حدود ربع ساعة. طيب، 1 2 3 4 دكتور عبد الجبار 4 5. أنت بعد ما وصلنا لهناك رفعت إيدك يا دكتور. طيب 6. طيب 6 7 8 9 و10. هل هناك 11. طيب في حدود يعني دقيقة لكل معقب حتى نعطي مجال للدكتور أيضا. طيب 1، تفضل دكتور. تعريف بس بالاسم البداية. نعم، دكتور حسن يشوق، اسم الفقه والأصول، جامعة قطر. فضيلة الشيخ تفضل وتحدث عن ظاهرة التجديد في فكر شيخنا العلامة الإمام، وأعجبني أنه سك مصطلحين وأنا أضيف له الثالثة. المصطلح الأول السلفية الناطحة، والثاني الصوفية الشاطحة، وبينهما الذي أنحته الوسطية الناصحة. جميل. أو الساطعة. أما بالنسبة للتساؤل هي طرفة، تحدثتم عن فضيلة الشيخ الإمام الأكبر حين قال لو كان الشيخ حسن البنا في عصرنا لغير من أفكاره ومن منهجه في الدعوة بعض أفكاره. طيب أنا وبالنسبة للإمام الشافعي لما نزل مصر غير من فقهه، عنده الفقه القديم والفقه الجديد. هذا الإخوان المصريين أهمس بها في أذن إخوان المصريين. تعرفون ليش غير المذهب؟ لأنه أكل فول وطعمي. أشكر فضيلة الدكتور على إجادته في هذا البحث وفي هذه المحاضرة، وعلى فصاحته وبلاغته وإحاطته بالموضوع. وموضوع التجديد موضوع مهم جدا، وقد جاءت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. واختلف العلماء من المجددون، وأكثر العلماء رأوا أن المجدد يكون فردا واحدا في كل قرن من القرون، وعد عمر بن عبد العزيز المجدد الأول، ولكنهم بعد ذلك اختلفوا واضطربت أقوالهم. فمنهم من يرى المجددين عند الشوافع، ومنهم من يرى المجددين في الأحناف، ومنهم
ثم كذلك ركزوا على منطقة معينة ولم ينظروا إلى العالم كله، حيث توجد الأمة الإسلامية كلها، ولابد أن يكون المجددون يعملون في الأمة كلها من مراكش إلى إندونيسيا وفي كل بلد، حتى لا تبقى الأمة جاهلة في أي قرن من القرون. والراجح في هذا كما أنا بعد دراستي في هذا الموضوع أراه أن المراد الجماعة، وذلك مؤيد بالأحاديث الأخرى التي جاءت مرؤات كذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خالف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا بد أن يعرف المجددون في كل زمان، والمجددون إنما هم يجددون الدين، والدين الإيمان والإسلام والإحسان. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله، بارك الله فيه. أريد أن يكون تعريف التجديد واضحا جدا، جزاك الله خير. عرف بالمجددين في القرون إما بصورة مطلقة بحيث أن المجددين في التفسير في الحديث في الفقه. شكرا، بارك الله، بارك الله فيك. رقم أربعة. في تقدير المتواضع، من أهم جوانب التجديد في منهج شيخنا العلامة القرضاوي في ضوء رواية من يجدد لها أمر دينها، إعادة بث الإسلام في نفوس الناس وإحيائه في الأمة من جديد. شيخنا ألف الكتب وألف العقول وألف الرجال، نرى أثر شيخنا على مستوى الساسة وعلى مستوى العلماء وعلى مستوى طلبة العلم وعلى مستوى عوام الناس في الحقيقة. وأنا بحكم أنني أحد أبناء فلسطين، كلكم شهد وتابع رد فعل عموم الناس في فلسطين لما أراد بعض الأفاكين أن يسيئوا إلى صورة الشيخ المجدد، كيف كان رد فعل الناس في الحقيقة. في التاريخ الإسلامي نادر من العلماء من ثار الناس غضبا وانتصارا له، وكان آخر هذا الغضب والانتصار كما جرى في فلسطين. بعض الخطباء أنزل عن المنبر وبعضهم ضرب ومنع من الحديث والتهجم على الشيخ من قبل أبناء الشعب الفلسطيني جميعا في الحقيقة يعني. ولذلك أنا في تصوري الشيخ لا يقر ماذا؟ لا يقر الضرب، لكن حق الشيخ أن يضرب من أساء له، وأن لأنه في الحقيقة يعني في خروج عن الأدب والموضوعية وتأثر بالخصوم والأعداء. على كل حال ليس هذا المقام، قصدي أن أقول من أهم عوامل التجديد إحياء هذا الدين في نفوس الأمة، الأمة من شرقها إلى غربها، سواء عبر الشريعة والحياة أو عبر المؤلفات أو عبر الخطب المنبرية، باتت تلتف حول الإسلام فكرة وقناعة وعقيدة وشريعة حياة. هذا دوره في تقديري في غاية الأهمية في جهد الشيخ. شكرا. مسك الختام مع ملاحظة وتعقيب الدكتور سلمان العودة. السلام عليكم. أنا أشكر أخي دكتور عصام على هذا الثراء، ما شاء الله كنت أحسده على ما سمعت. أما الملاحظة فهي يعني في منذ أسابيع كانت في بالي. أنا أتيت لسماحة الشيخ يوسف قبل شهر، ويعني شاجيته في الأوضاع المحزنة التي تعيشها عدد من الدول الإسلامية، القتال بين المسلمين، سفك الدماء بأيدي إسلامية، لم يعد الذين يقتلوننا هم اليهود فحسب أو أعداؤنا، وإنما أصبحنا نقتل أنفسنا أكثر مما يقتلنا أعداؤنا. تشاهدون هذا في الصومال، كيف يقتتل الناس على الحطام وعلى لا شيء، كيف يتقاتل الناس في اليمن، كيف يتقاتل الناس في السودان، كيف يتقاتل الناس في أفغانستان، كيف يتوجه الناس للقتال في باكستان، كيف يتوجه الناس للقتال في العراق. يعني
وقلت للشيخ لا يوجد أمة يقتل بعضها بعضا مثل ما يحصل في المسلمين، لا نعرف الآن في قتال عنيف وضاري داخل أمة من الأمم في العالم كله. فيعني وجدت أن حتى أنني يعني ندمت أن أكون يعني صارحت الشيخ بهذا، لأنني رأيت الوجد قد بلغ منه مبلغه، وهو يعني يهز رأسه بأسى ويقول يعني صحيح والله، ورأيته يتكلم عن هذا أيضا بحرقة، وأكيد يعني نحن نقتبس من شعلته. فجاء في بالي فكرة كنت سأحادث الشيخ بها شخصية، لكن هي فرصة وجود الطلاب، أن قلت ماذا لو أصبح هناك ندوة حول هذا الموضوع على وجه الخصوص، يدعى إليها 10-15-20 يعني الشيخ ومن يعني يختار معه في هذا الموضوع، وتكون هذه الندوة ليست ندوة يعني علمية بحتة، وإنما ندوة يجتمع فيها العلم والتأصيل الشرعي، ويجتمع فيها المناشدة العاطفية، ويجتمع فيها الحديث عن المصالح الواقعية، وتسجل وتصور وتبث في القنوات وتوزع على المسلمين، بحيث تكون صوتا عاليا تحشد له كل المؤثرات، لأن هذه أخطر قضية. نحن لا نريد أن نصلح بين الناس فقط، نريد أن يكف بعضهم عن قتل بعض. وضمن هذا أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل مثل قضية مثلا العمليات الاستشهادية أو الانتحارية أو الفدائية، لأنه الآن هذه العمليات يعني فيها خلاف فقهي، لكن عمليا الآن هي أكثر ما تستخدم ضد المسلمين بعضهم مع بعض مثل ما نشاهد، وأصبح شباب حدثاء السن يستخدمون مثل هذه القضية. لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل، نريد أن نقتصر فقط على المجملات وعلى القطعيات والمتفق عليها. هذه فكرة إذا رأى سماحة الشيخ ورأى طلابه أن تنفذ يمكن أن يتخذ لها احتياط. جاءنا أخيرا اقتراح من أحد الإخوة الكرام أن يكون موضوع الملتقى القادم مجالات التجديد عند العلامة القرضاوي. أترك المجال الآن للدكتور عصام يجيب على أسئلة. أشكر الإخوة الأساتذة الكرام. كان عندي 16 نقطة في موضوع التجديد، فذكرت نصفها لاعتبارا للزمن، وآثرت أن لا أتحدث عن التجديد في مجال المقاصد أو في مجال الاجتهاد إنشائيا أو انتقائيا أو ترجيحيا أو تحقيق مناطة والجمع بين الانتقائي والإنشائي، وتجديده في مجال الإفتاء وقواعده، وتجديده في مجال الفقه وقواعده، لأن أعتبر هذا داخل في ورشة في الملتقى، وإن شاء الله ستفصلون فيه. آثرت أن أتناول جوانب أخرى، وأيضا هنالك جوانب لم يتسع لها المقام سأشير إليها عاجلا. لكن بالنسبة للأسئلة التي ذكرت، المهدي الحقيقة جوانب التجديد كان عنده في مقاومة الاستعمار، وهذا فهم أيضا، لأن التجديد لا ينحصر على جانب، فهو قاوم الاستعمار الإنجليزي وطرده حتى قتل غردون باشا الحاكم الإنجليزي، وهذه الثورة المهدية التي جمعت الأمة على كما يقول شيخنا دائما على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وحدتها في مجابهة الاستعمار، وكان هذا الجانب. كمسألة إنه هو له أشياء في العقيدة، هذه مسألة خلافية والمقام لا يتسع للإفاضة فيها، ولي يعني نظرات واسعة في قضية المهدي وموقفه، ولكن على كل في هذا الجانب، الجانب الجهادي الذي قاوم فيه الاستعمار يعتبر عملا تجديديا. قضية عبد الوهاب بن نصر البغدادي، أنا شاركت في ندوة عقدت في دبي أقامها مركز وحقق فيها هذه المسألة، وسمعت واطلعت عليها من كتبه المحققة، وأكدها لي شيخنا الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة. وعلى كل إن الأمر فيه سعة، وكثير من البلاد تنبو بأهل الفضل، إما لأسباب زمخشري حصل له هذا وغيره، والرجل الذي اضطر أن يبيع كتبه واشتراها الشريف الرضي حتى وجد فيها أبياتا بخط صاحبها، أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكويل فؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة من رب بهن ظنيني. أتفق مع الأخ الكريم بأن أي عبارات مستفزة في التعامل مع الجماعات
قد تحول دون مادة جسوري التواصل. أردت هذا من باب الوصف العلمي لحالة التعامل مع ظاهرتي التجاذب في قضية الظاهر والباطن، ولكن أتفق في أسلوب الدعوة العامة ينبغي أن نحرص على ما يمكن أن نقرب به القلوب، وهذا لا يتنافى مع وجود النقد الموضوعي والعلمي للتصرفات التي تسيء الفهم للمنهج الصحيح أو تسيء العمل والتطبيق، حتى نحرر منهج التفكير ومنهج العمل من هذه الشوائب. ما ذكره الشيخ سالم كان مذكورا عندي، ولكن كما قلت لم يتسع له المقام. هنالك مجالات الحقيقة أرى الأشير إليها في إشارات عابرة. تجديد الشيخ في مجال المرأة، وألخصه في كلمتين، أنه جدد دورها بتحريرها من رواسب عصور التخلف ومن الاستلاب الوافد، لأن المرأة وقعت صرعة بين استلاب وافد يريد أن يجردها من هويتها وخصائصها وأصالتها ودورها الحضاري، ومن التقليد الموروث الذي صنع من الأعراف والبيئات دينا يريد أن يلزم به المرأة ويقعدها عن دورها الحضاري. فكان هذا الدور الذي أفاض فيه في جوانب كثيرة من رسالة المرأة، تجديده في مجال الفنون وإحياء القيم الجمالية. وقد رأيته يتناول قضية الفنون من مدخل لم أرى من تعرض إليه. كثير الناس يأتي إلى قضايا المعازف وغيره ويباشر الحديث مباشرة في التعامل مع ما ثبت من النصوص توثيقا أو تضعيفا أو جرحا أو تعديلا، ثم يستبطن بعد ذلك أقوال الفقهاء الواردة في المسألة. لكن الشيخ يلج مداخل متعددة في إباحة الطيبات، أباح الله لنا طيبات المأكل والمشرب، ثم يشير إلى طيبات السماع، يشير إلى أن المراد بالفن هو الاستمتاع والتذوق بالقيم الجمالية الموجودة في الخلق والتعبير عنها. والتعبير قد يأخذ فن الجمال المسموع أو فن الجمال المرئي أو فن جمال الزخرفة والنحت، ويتحدث عن الربط الذي ربطه القرآن ربطا محكما بين أمرين، بين الانتفاع المادي بحقائق الأشياء وبين الاستمتاع بالقيم الجمالية. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد الستر، وريشة هذا مقصد التجمل، ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد الوقاية. ويجعل لهذا الفن دورا أيضا في النهضة الحضارية في الأمة، وهذا لون أيضا من ألوان التجديد. الحديث الذي أشار إليه بعض الإخوة، الحقيقة أنا عندي بند واسع في دور التجديد بالنسبة للشيخ الإمام في إحياء الأمة. إحياء الأمة ليست فقط في القضايا الساخنة، أولا كان حريصا على إحياء أن الأمة حقيقة وليست وهما بمنطق الدين وبمنطق التاريخ ومنطق الواقع، وأن الأمة كذلك أسسها على القاعدة التي انطلقت، وحدة العقيدة، وحدة الشريعة، وحدة الحضارة، وحدة الدار. وكان دائما يركز على أن الأمة قامت قديما على ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول وحدة المرجعية، والاعتبار الثاني وحدة القيادة، والاعتبار الثالث وحدة الدار. وما زال يبذل جهده في أن تكون الأمة حية. هذا التجديد ترتب عليه أمر آخر، أن يزيل عن هذه الأمة حالة اليأس والقنوط التي يريد كثير من خصوم الأمة أن يجعلوها في هذا القاع أو في هذا المستنقع أو في هذا الظلام البهيم. فكان يعمل على بعث الأمة ويدفع أقدار المحن بالمنح وأقدار الآلام بالآمال وأقدار الأزمة بأقدار العافية، تحقيقا لما قاله الشيخ عبد القادر الجيلاني: إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما للقدر. فالشيخ كان يدفع هذه الأقدار من آلام وابتلاءات بأضدادها ليكون هذا الأمل حيا والجذوة مشتعلة ومضيئة، وشعاره الحي
وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسة ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. هذا أيضا جانب من إحياء الأمة. في القضية الفلسطينية على وجه الخصوص أراد أن يعيدها إلى أصلها، وكثيرا ما كان يقول أنها اختزلت من قضية إسلامية إلى قضية عربية إلى صراع عربي إسرائيلي أو فلسطيني إلى شأن فلسطيني إلى حصار ياسر عرفات، وذكر 6 قضايا حصل فيها اختلال في قضية القضية الفلسطينية، فردها إلى أصولها وأحيى الأمة من جديد بها وفي كل القضايا. فبند إحياء الأمة، قضية التجديد عند الشيخ باب واسع مستفيض لا يتسع المقام للإفاضة فيه شرحا وتبيانا. هنالك قضية بالغة الأهمية، أن الشيخ جدد مفهوم العالم الرباني الذي تحرر من ضغطين، من ضغط الحكام ومن أهواء العوام، وهذه مسألة بالغة الأهمية. بعض العلماء أصبحوا أسرى للسلاطين، يفصلون الفتوى وفق ما يشتهي الحاكم، ولذلك فقدت الأمة الثقة فيهم. وبعض العلماء وقعوا أسرى تحت أهواء العوام، والشيخ لسان حاله العملي: أنا لست فنانا أقدم ما يطلبه المستمعون، إنما أنا عالم رباني داعية أقول ما أعتقد أنه الحق، فجعل رضا الله تعالى هو المبتغى، ولذلك قدم النموذج الرباني للعالم الذي العالم الذي تحرر من ضغط السلطان وتحرر كذلك من أهواء العوام، وقدم النموذج أيضا في مناصحة الحكام وفي إصلاح ذات البين، سواء كان بين الحركات الإسلامية وبين الأنظمة، سواء كان إصلاح ذات البين بين المتقاتلين، وسعيه وتجديده في هذا كثير، تجديده في بناء المؤسسات الحية القائمة كثيرة لا يتسع، تجديده في باب فقه الأقليات والانتقال بالأقليات من حالة مفهوم الجالية التي تعني الجلاء إلى مفهوم التوطين، إلى مفهوم المواطنة، إلى تعزيز المفهوم بين قضيتين، بين انتماء الهوية واستحقاق المواطنة. فالمسلمون في بلاد الغرب مسلمون دينا ومواطنون أوروبيون، للانتماء المواطنة استحقاق والانتماء الهوية استحقاق. وبين الشيخ في تجديده في فقه الأقليات كيف التلازم بين الأمرين، وأنه لا تعارض بينهما، لأن كثيرا من الإسلاميين يعتبرون الانتماء إلى الجغرافيا وإلى الأرض وإلى التراب لون من الانتماء إلى الجاهلية. وكنا قديما حينما يتعارف بعض الإخوان يقول أحدهم: أخوكم في العقيدة والدين لا في التراب والطين، كأن الانتماء إلى الأرض أو إلى الجغرافيا ليس له من نسب. فأصل مفهوم المواطنة في التاريخ وفي الفقه وفي المقاصد، وحقق الموازنة بين انتماء الهوية وبين استحقاق المواطنة. تجديده أيضا في قضية التفاعل الحضاري التي رفع فيها شعارا: تفاعل بلا ذوبان وخصوصية بلا انغلاق. وهنالك فرق بين التفاعل الحضاري وبين الغزو الحضاري. الغزو الحضاري اجتياح من القوي إلى الضعيف، ولكن التفاعل الحضاري هو أخذ وبين الطرفين، كل من الطرفين يعطي الأجمل والأجود والأحسن والأتقن. فجوانب التجديد كثيرة ومتشعبة، ولعلها تكون إن شاء الله مشروع لرسالة نرجو أن نقوم به بعض وفاء لشيخنا الذي اتصلت معرفتي بكتبه ومؤلفاته قبل أن ألتقي بإمامته منذ 40 سنة عام 70 حينما انتميت للحركة الإسلامية وقرأت كتبه ثم صحبته في كثير من السفرات. فهذا أقل ما نقدمه في هذه السانحة القصيرة، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. بعد هذا الحديث عن التجديد عند إمامنا الشيخ القرضاوي، نستحضر قول الإمام الشاطبي وقد ذكر مرتبة ومكانة العالم المجتهد المجدد، إذ قال: إن المجتهد لتجري بين جنباته معاني النبوة وإن لم يكن نبيا. وهذا مقتنص ومستفاد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وإذا تحدثنا عن المجددين والمصلحين فإننا لابد أن نشير أيضا إلى المبددين والمفسدين.
الذين يصدق فيهم جواب الشيخ أحمد شاكر، إذ سئل عن جمع عن قول أحد المعاصرين المجددونات، فقال من هؤلاء المجددونات؟ فأجابه الشيخ أحمد شاكر: المجددون هو جمع مذكر سالم لمجدد، والمجددات هو جمع مؤنث سالم لمجددة، وأما المجددونات فهو جمع مخنث سالم، يصدق على هؤلاء المفسدين الذين يريدون أن يبددوا الدين وأن يفسدوا الحياة. أترك المجال الآن للأخ. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر للأخوين الحبيبين الكريمين الأخ دكتور سلمان العودة والأخ الدكتور عصام البشير، وأشكر للإخوة الذين علقوا على المحاضرتين، وأشعر والله أني دون ما ذكر الأخوان ودون ما فهم الإخوة أنا يعني أعرف نفسي أكثر منكم، وكما قال ابن عطاء الله: من أكرمك ومدحك فإنما مدحك لجميل ستر الله عليك، فالفضل لمن أكرمك وسترك وليس الفضل لمن مدحك وشكرك. فأنا أعرف إكرام الله تعالى لي، وكما قال أبو العتاهية قديما: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. من فضل الله علينا أنه لم يجعل للخطايا والمعاصي والتقصيرات في جنب الله لم يجعل لها روائح تفوح، فلذلك ستر الله تعالى علينا. أنا من المقصرين في حق الله وفي حق هذا الدين، وكلما نظرت إلى ما قدمه أسلافنا من الأئمة الربانيين والعلماء المجددين والمجتهدين أرى نفسي يعني ضئيلا وضئيلا جدا. بل أقول لكم إني حينما أرى ما يقدمه غير المسلمين لدينهم، ما يقدمه النصارى للنصرانية واليهود لليهودية، بل البوذيون للبوذية، يعني أرى أن ما قدمت وما أقدمه شيء ضئيل وضئيل جدا. ولذلك لا يسعني إلا أن أحمد الله تبارك وتعالى على جميل ستره، وأقول: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وأنشد ما قاله ذلك الشاعر الصالح حينما مدحه مادحون، قال مناديا ربه: يظنون بي خيرا وما بي من خيري، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكن لي يا مولاي
في موقف الحشر. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أنبه على الإخوة على قضية كنت ذكرتها في الصباح، وهو أني غيرت رأيي في مسألة صور الصحابة والعشر المبشرين بالجنة، وهذا يعني شيء أفتيناه بالنسبة للفيلم الخاص الذي يعني يهيئ للرسول صلى الله عليه وسلم. هو فيلم عالمي يكتب باللغة الإنجليزية ويعرض أول ما يعرض على غير المسلمين، فهذا أمر لم نعلن عنه بعد، ولذلك أرجو أن الإخوة لا يعلنون عن هذا الأمر، سيأتي الإعلان عنه في وقت لاحق بعد ذلك، فهو هذا الأمر ليس للنشر وليس للإعلان. أرجو أن يعرف الإخوة هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.